من جارة الزور وعطى طلق الحمامة وصلت عندي التطويلة. شكرا. شكرا بالخصوص السي أوزار المنصف الجاوي. كما لاحظتوا هذا النهار كانت عندنا الزياره نتاع السيد رئيس الحزب السي عزيز اخنوش اللي اجتمع مع المناضلين نتاع الحزب ومع جميع جميع وكلاء اللوائح والمرشحين نتاع الحزب لا فيما يخص الجماعات المحليه ولا الانتخابات التشريعيه ولا انتخابات الجهه. وكما جاء في الكلمه نتاع السيد الرئيس يعني اعطى بالتفصيل يعني البرنامج الانتخابي نتاع التجمع الوطني الاحرار اللي عنده 5 نتاع الرئيس. كاين الحمايه الاجتماعيه، الصحه، التعليم، التشغيل والاداره. كيف ما لاحظتوا هادو هما يعني كان هذا الشيء كان نتيجه اللقاءات تاع 100 مدينه 100 يوم واللي من خلالها كانت يعني شارك فيها واحد 300 ألف من الناس من جميع المدن اللي كل واحد يعني عبر على الانشغالات ديالو في الاخير تمخض عليه هذا البرنامج. وكانت واحد النقطه اللي جد مهمه واللي ركز عليها السيد الرئيس سيما بالنسبه للجهه الشرقيه ومدينه وجده بالخصوص وهي نسبه البطاله المرتفعه. بهذا الخصوص هذا تعهد السيد الرئيس ان شاء الله الى كان حزب التجمع الوطني الاحرار يعني كان في الحكومه وكانوا المنتخبين ديالو يعني غادي حنا غادي يكون عندنا واحد السند قوي يعني هاد الحكومه لامتصاص يعني هاد النسب الكبيره نتاع البطاله داخل الاقليم وذلك يعني يعني خلق يعني مشاريع اللي تمتص يعني هاد الشباب هذا. والنقطة المهمة اللي كانت في الكلمة نتاع السيد الرئيس وهي يعني كانت واحد النقطة اللي شار لها وهي فيما يخص البطالة لا بجهة الشرق ولا بالقليم وجدة بالخصوص. وبهذا الخصوص هذا تعهد السيد الرئيس يعني من خلال يعني طلبوا ربي باش يكون الحكومة نتاع التجمع الوطني الأحرار تعهد باللي غادي يساند يعني الإقليم ويساند الجهة بخلق يعني فرص للشغل عبر خلق يعني شركات كبرى يعني باش تمتص يعني اكبر عدد يعني من الناس اللي طالبين الشغل ان شاء الله. كنشكروا السيد الرئيس عزيز اخنوش اللي اليوم زارنا بمدينه وجده يعني كانت عنده جوله بالجهه الشرقيه. السيد الرئيس اللي كيقوم بواحد اللقاءات تواصليه واحد اللقاءات اللي كتذكرنا كل مره اننا خصنا نكونوا بفرقه واحده ويد واحده من اجل واحد الهدف وحيد اللي هو ان شاء الله نصدروا النتائج ديال انتخابات منيا شوتنبير. اليوم اللقاء داز واحد الظروف جيده، كانت يعني كيحترم كاع التدابير الاحترازيه، كان هناك يعني فحص للفيروس كوفيد 19 يعني بي سي ار بالمدخل ديال اللقاء، والحمد لله يعني دازت الامور في احسن ما يرام. الرسالة ديالي للناس ديال الجهة الشرق وخاصة ديال مدينة وجدة، الناس اللي عزاز علينا بزاف وكنتمناو لهم يعني الأحسن. الناس اللي حنايا صراحة كمرشحين إن شاء الله إلا سهل الله يعني الهم ديالنا الوحيد هو أننا يعني نضمنوا لهم واحد الكرامة. عندنا واحد المشكل كبير اللي هو مشكل البطالة بجهة الشرق. وجدة منطقة حدودية، ما بقاش يعني الدخل ديالهم هو التهريب، فخاص ضروري بديل اقتصادي في أسرع وقت، ويعني أولوية من الأولويات ديال المجالس ولا الحكومة إن شاء الله من بعد الانتخابات، حيت هاد الناس كيستاهلوا أحسن.
كنطلبوا من المغاربه جميعا نهار 8 شتنبر ياخذوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا 30 دقيقه من وقتهم ويتجهوا لمكاتب التصويت يدليو بالراي ديالهم يدليو بالصوت ديالهم. ماشي مهم الحزب اللي غيصوتوا عليه، ماشي مهم، ولكن يحاولوا يختاروا الشخص المناسب او الحزب المناسب. اذا اليوم تمت واحد الجوله ديال السيد الامين العام في واحد ربعه ديال الاقاليم ديال الجهه الشرقيه، قرسيف، توريت، وجده وبوعرفه. هاد الجوله هذه في حقها احترمنا فيها الشروط الاحترازيه حتى من لي تيست ديال بي سي ار كنا كنديرهم للمناضلين ديالنا قبل ما يدخلوا القاعات، وإلا لقينا شي حاله او حالتين كنا كنصيفطهم للمستشفيات. هذا من اجل الصحه ديال المواطنين والمناضلين ديالنا. اذا لقينا واحد الاقبال كبير على حزب التجمع الوطني الاحرار. لاحظنا بان الساكنه ديال جهه الشرق واقليم وجده تواقلوا للتغيير، تواقل لهذا الحزب اللي عطى واحد البرنامج اللي قاس جميع الشرائح وجميع الميادين، ولقينا بان يعني طامعين في هذا البرنامج هذا يكون التنزيل ديالو، التنزيل ديالو العاجل. احنا الحمد لله في الحزب عندنا اطر وكفاءات اللي ممكن التنزيل ديال هذا البرنامج هذا بالامكانيات اللي ممكن نوفروها. اذا من هنا كنزيد ناكد على الساكنه انهم يصوتوا بكثافه، اول شيء باش نربحوا واحد الرهان ديمقراطي، ثاني شيء باش بغينا بلاد لا تربح خصنا النسبه ديال المشاركه تطلع وتكون كبيره. ثالث شيء بغينا حزب التجمع الوطني الاحرار كما كنا في المراتب الاولى بالنسبه للغرف بغينا يكون في المراتب الاولى حتى بالنسبه للجماعات وبالنسبه للبرلمان. اذا ندعوكم للتصويت بكثافه، وانا ذاك الشغل ديالنا حنا غادي يبدا من بعد 8 شتنبر، وغادي يكون الحزب ينزل هذا التعاقد اللي هضرنا مع المواطنين عليه غادي ينزلوه في اقرب فرصه.